السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي عازف الجيتار، أهلا بكم في الدرس الثاني من سلسلة تعليم الجيتار الشرقي من الصفر في مدرسة الجيتار الشرقي. الحقيقة أنا حابب أقول لكم بسرعة كده، طبعا إحنا الدرس الأولاني بتاعنا كان إزاي تشتري جيتارك، وده طبعا بينفع لأي عازف جيتار سواء عاوز يعزف إلكتريك أو أكوستيك زي اللي أنا ماسكه ده أو جيتار كلاسيك. طيب احنا دلوقتي دخلنا خطوة اكتر في موضوع التعليم. النهاردة الدرس هيكون ليه ثلاث موضوعات مهمة. اول حاجة مسكة الجيتار، هناخد اكتر من مسكة للجيتار. والحاجة التانية استخدام البيك او الريشة بيكون ازاي الصحيح. والحاجة التالتة الوضع الصحيح للايد الشمال بيكون ازاي عشان نقدر نعزف بشكل مريح وسريع. تمام، بس انا حابب اديكم فكرة انه من هنا ورايح السلسلة هتبقى متخصصة اكتر في الجيتار الشرقي، يعني اي حد فيكم بيحب صلوهات الفنان عمر خورشيد الله يرحمه وعاوز يلعب صلوهات على الجيتار صلوهات شرقية، الكورس ده هيبقى المكان النموذجي لي. الكلاسيك طبعا هنلعب بالريشة، اللي عاوز يتعلم جيتار فينجر ستايل، انا مع الاسف مش بقدم الستايل ده، في كتير جدا من الزملاء مغطين المنطقة دي بشكل كويس قوي. فاحنا هناخد جيتار شرقي وهناخد برضو فكرة عن انواع من الموسيقى العالمية اللي ممكن تتلعب بالريشة، بعض الموسيقات الغربية الامريكية بالذات، وهناخد حاجة فكرة عن حاجة اسمها الفلات بيكينج فلامينكو، انواع معينة من الفلامينكو بيصلح ان انت تلعب بعض مقطوعاتها بالريشة، طبعا ده مش الاساسي لكن هتقدر تلعب فلامينكو حتى بالريشة. فلو انت حتى بتلعب بقى عايز تلعب كلاسيك او بتلعب كلاسيك وحابب تتعلم السكيلز والمقامات الشرقية برضو ده هيكون مكان مناسب ليك لانه شغل اليد الشمال مش هيختلف. طيب احنا ممكن بقى نبتدي النهاردة في الدرس ونبتدي نتكلم عن مسكة الجيتار. الاول لازم نتفق على مبدئين، انه انا بديكم خبرتي الشخصية، يعني ممكن شخص تاني يكون عنده خبرات مختلفة تماما وبرضو ما يكونش غلط. الحاجة التانية واللي مرتبطة بالحاجة الأولانية إنه لازم كلنا نفهم إن كل واحد فينا مختلف تشريحيا عن زميله، يعني فينا الطويل وفي اللي قصير، في اللي رجله طويلة في اللي رجله قصيرة، في اللي إيده طويلة في اللي إيده قصيرة، في اللي صوابعه طويلة صوابعه قصيرة، صوابعه تخينة صوابعه رفيعة، يعني مرونة في المفاصل واحد أكتر من التاني، كل دي فروقات فردية، علشان كده مفيش حاجة صح لكل واحد. فطبعا اللي انا هعمله ان انا هقدم لك اللي انا وصلت له في السنين اللي انا لعبت فيها الجيتار، وهقول لك برضو انت ازاي تعمل تويكس او تعمل تظبط حالك وتكتشف بنفسك الحاجه اللي تناسبك، لان انا هديك اكتر من طريقه. فزي ما قلنا الحاجه المناسبه لواحد فينا مش لازم تكون مناسبه للتاني، لكن في حاجات بتناسب الغالبيه الساحقه من الناس، دي طبعا هتكون اول حاجه نقولها. تعالوا بقى نبتدي مع بعض اول حاجه وهي مسكه الجيتار. اول مسكه في مسكات الجيتار هي المسكه الكلاسيك. طب المسكه الكلاسيك دي بتكون ازاي؟ طبعا بيستخدموا، انا الكرسي اللي انا قاعد عليه الحقيقه فيه مسند من تحت فانا رفعت رجلي عليه دلوقتي، لو ما عندكش بتشتري حاجه ترفع رجلك عليها. بتريح الجيتار على الفخذ الشمال بالشكل المايل ده، وبالتالي بتلعب كده بتاخد زاويه وبتلعب كده، وبيكون عندك اكسس كويس قوي للفينجر بورد هنا في صوابعك. ليه بقى؟ لانه في الوضع ده زي ما احنا شايفين انا بقرب لكم بيكون الريست شبه مفرود وهو هنا، فبالتالي بنقدر نلعب بشكل اسلس من ان انا اكون تاني الريست كده لو انا عملت كده مثلا. طيب فدي ماسكه، انا الماسكه دي الحقيقه ما ريحتنيش لان هي بتستلزم ان انا اقعد متني بالشكل ده وانا ما لقيتش الوضع ده مريح. انا بقولش انها غلط، اساتذه عظام جدا طبعا بيلعبوها، ولكن انا بقول لك انطباعي الشخصي انا ما لقيتهاش مريحه. لو انت لقيتها مريحه امسكها. المسكه الثانيه هي مسكه الفلامينكو، والمسكه دي بتبقى على الفخذ اليمين، بنحط الجيتار بزاويه كده وبعدين بنحط ايدينا كده بشكل قوي بحيث ان احنا لو سيبنا ايدينا الشمال الجيتار ما يقعش. ودي برضو فيها نفس الفكره، انه انا دلوقتي الريست عندي مفرود وعندي اكسس لكل الخانات بشكل سلس، حتى هنا قادر ادخل وايدي مستريحه خالص. تمام كده؟ هتشوفوا عازفين كبار جدا بيلعبوا بالطريقه دي. المسكه دي كويسه طبعا. المسكه الثالثه بنحط الجيتار ببساطه على الرجل اليمين. طيب لو انت رجليك قصيره ممكن تحط رجل على رجل كده زي ما انا عملت وتقوم ماسك كده، وانا بلعب بالمسكه دي كتير جدا. المسكه دي
في عازفين كبار جدا بيحبوها زي باكو دي لوسيا مثلا. فدي كده الثلاث مسكات الجيتار الاساسيه، وزي ما قلنا كل واحد فينا بينه وبين زميله فروق تشريحيه، والفروق دي بتخليه ممكن حاجه تناسبك وما تناسبش زميلك، يعني ممكن تبقى حاجه صح بالنسبه لك وتكون غلط بالنسبه له او العكس. فزي ما اتفقنا كده مفيش هنا صح وغلط. طيب احنا كده غطينا الجزء بتاع المسكات وقلنا ازاي تقدر تمسك الثلاث مسكات. انا شخصيا بفضل المسكه دي، ولو انتوا لاحظتوا مثلا انا طويل شويه ايدي كبيره، فانا حاطط ايدي هنا على زاويه الجيتار، المكان الطبيعي اللي ايدي بتنزل فيه في نهايه فتحه الصوت. في حد تاني لو حاول يعمل كده هيلاقي ايده جايه هنا بالعافيه، فاهمين قصدي؟ يعني ممكن تلاقي واحد ايده مش عارفه توصل اكتر من كده. انا ليه بقول لكم كده؟ عشان دلوقتي هنعرف مع بعض لو انا حبيت اغير صوت الجيتار بتحريك ايدي هنا ده بيتم ازاي. الضرب هنا غير الضرب هنا. الجزء بقى اللي احنا عاوزين نتكلم فيه دلوقتي هو جزء مهم خالص، هو الريشه ازاي تستخدم البيك. طبعا الريشه زي ما احنا شايفين اهي هي قطعه مثلثه من البلاستيك. دي طبعا اخترعوها الستايل اللي هو فيه التريملو كتير، اللي هو الضرب ده زي الضرب بتاع العود الشرقي. واول حاجه هنتكلم فيها نوع البيك اللي انت هتستخدمه. طبعا دي بيك ميديوم، هي طبعا كان عليها ماركه بس مسحت من طول الاستعمال. ميديوم يعني ايه ميديوم؟ يعني لما تيجي تعملها كده بايدك كده اهو تلاقيها بتيجي معاك، بس مش قوي، بس بتيجي معاك بسهوله. يعني في بيكات بتبقى سوفت يعني طريه خالص، وفي بيكات بتبقى هارد يعني انشف من دي واتخن بكتير. فاحنا في الاول انا بنصحك تبتدي بحاجه سوفت، بس مش سوفت قوي لدرجه انها ما تقدرش تشد الاوتر. ايه وظيفه البيك؟ البيك باختصار احنا بنحطها على الوتر وبرقه وبالراحه نعمل كده نطلع الصوت. بمجرد ان انا بريح الحرف بتاع البيك على الوتر وبشد بالراحه جدا على تحت بيعمل الصوت. طيب ازاي بقى احنا عملنا الكلام ده؟ اول حاجه نتعلمها ماسكه البيك. في ماسكات كتير، يعني الفنان عمر خورشيد كان ليه ماسكه غريبه جدا، وكان بيمسك البيك بين الصباع ده والصباع ده كده، والصباع ده بيبقى مفرود وهتشوفوه كتير بيضرب كده. انما الحقيقه الماسكه الستاندر ان انت بتتني صباعك ده بالشكل ده كده، وتحط البيك عليه كده زي ما احنا شايفين، وتقوم قافل بالصباع الكبير عليها كده زي ما احنا شايفين كده اهو بالظبط، تمام؟ فبيبقى فاضل جزء مثلث بسيط من البيك. اوعى تمسك البيك بعنف وعصبيه، لان هي لازم تاخد وتدي مع ايدك عشان تطلع وتنزل. يعني لو انت اتعصبت عليها قوي هتبقى ناشفه قوي على الاوتار، لكن احنا بنمسكها ماسكه خفيفه علشان لما تحطها على الوتر وتشد تطلع معاك وتنزل معاك بسهوله. بعد كده بنبتدي ندخل بنحط ايدينا على حرف الجيتار الزاويه دي وننزل على الاوتر. هنبتدي مثلا وتر المي من تحت. الوتر تحت اسمه مين؟ طبعا هنقول اسماء الاوتار دلوقتي وكل حاجه، ولكن احنا دلوقتي النهارده بنتكلم في الاساسيات، ازاي تمسك الجيتار، ازاي تستخدم الريشه، لسه مش هندخل النهارده في السلالم الموسيقيه. فبنحط الحرف بتاع البيك، الحرف بس بنحطه على الوتر كده. ويفضل ان انت ما تمسكوش عمودي على الوتر، تخليها مايله سنه. يعني شوف انا ايدي عامله ازاي، مش عامل كده، لا مميلها سنه، يعني البوز مايل سنه على الوتر. وبعدين بالراحه خالص وانت مش قارس جامد عليها تقوم منزل ضاغط بصباعك الكبير على تحت، تلاقي الصوت طلع. شوف انا عملت ايه. في بقى مدارس تقول لك حرك الريست كله. الكلام ده حضرتك في الفاعل، هو طبعا انا بحترم الناس كلها، بس ايه يعني مثلا عشان اعمل شوفوا التريملو ده انا هعمله ازاي دلوقتي، هو بقى عشان يعمله عايز يعمل شوفوا فرق المجهود وحركه الدراع قد ايه. قاعده عامه، اعمل الحاجه باقل جهد ممكن وباسهل طريقه ممكنه. اذا لقيت نفسك بتعمل حاجه بطريقه صعبه وفي طريقه اسهل يبقى انت ماشي غلط، خلاص انتهينا. طيب يبقى احنا زي ما قلنا هنعمل برقه خالص، هنحط السن بس بتاع البيك هنحطه على الوتر ومايل مش عمود، مايل سنه وبالراحه خالص انه مش شادين على تحت. فلو احنا طلعنا من الاوتار اللي فوق اللي تحت هتلاقي نفسك ماشي كده اهو.
خلي بالك، بص على ايديا، انا ما بعملش اي عنف ولا قوه، يا دوبك بوزن ايدي. طيب طبعا ممكن واحد بيعمل ده كده، احنا بنشتغل منجد قطن، ما تعملش الحركه دي خالص، لانك ممكن تقطع الاوتار. ريلاكس. فانت ايه، انا لما باجي اضغط على وتر، الريشه بتريح اوتوماتيك على الوتر اللي تحت واقف. لو انا جاي اعمل جامد هتلاقيه خدت الوتر اللي تحت معاك، يبقى هو دي القوه المطلوبه. طيب حلو قوي. تاني حاجه نعملها علشان نحكم حركه ايدينا، ازاي نتحكم في حركه الريست. انا المدرسه بتاعتي واللي انا هحاول انقلها لكم باذن الله، ان كل الحركه بتاعه البيك بتكون من الريست، وكمان مش من الريست، ده احنا هنختصر وهقول لك ان الصباع الكبير والصباع السبابه هنا، ده هم دول اللي بيتحركوا بقيه الصوابع. طب ازاي بعمل لنفسي مرساه او انكر؟ يعني صباع الصغير ده هحطه هنا على البيك جارد، حلو كده، فبقيت انا ايه قادر اوصل لفوق اهو، لو انتوا شايفين معايا اهو، كل ما انزل الصباع ده هيتني شويه. في الحدود دي بتحرك، فهتلاقي نفسك ايه، شوف انا بضغط بالصباع الكبير اهو، بالصباع الكبير بضغط بيه كده واطلع بالصباع التاني، يعني انا بنزل بالصباع ده واطلع بالصباع ده، بقيت الصوابع حتى ما بتتحركش. طيب ده يمكننا من ان احنا نعمل حاجه سريعه زي دي. فزي ما احنا شفنا انا عملت الموضوع ده بسهوله خالص كده. لو انا هحتاج اشتغل بالريست كله ده، انا محتاج بقى بايسبس وترايسبس وقصه ضخمه جدا يعني. فدي اول حاجه حبيت اقولها لك على الريشه، ازاي تحركها، ازاي تحط ايدك، ازاي تستخدم صوابعك. طيب هنا الحاجه الثانيه، ان انا لازم وانا بعزف باخد ريشه طالعه، ريشه نازله اسف، وريشه طالعه، يبقى انا هتدرب على الحركتين دول. بصوا معايا كده كويس، وكل ما ده يسرع مفيش قوه مفيش عنف مفيش توتر، ريلاكس لغايه ما توصل للمستوى ده. تمام كده، وضع ايدي في الصندوق بيفرق، وده يخليك تغير صوت الجيتار. ازاي؟ لو انا بلعب هنا من عند الفرصه خالص، من عند البريدج هنا، هتلاقي صوت الجيتار بقى عامل زي البوزوك كده. بص، طب ده في حد بيستخدمه كتير، الفنان عمر خوشي استخدم ده في مقطوعه اسمها ورقه يا نصيب، اعتقد انها كانت كده. طيب لو حطيت ايدي بين الفتحه بتاعت الصوت وبين البريدج هنا، هتلاقي الصوت حلو شويه. طيب ده في الغربي مستخدم كتير زي كده مثلا. ووك دونت ران لفريق اسمه الفينشرز، ودي من ستايل من مزيكا اسمه السيرف روك. الستايل ده مهم لانه اوحى كتير لعازفين الجيتار الشرقي، وكان مبتكره من اصول لبنانيه، وهنتكلم عن الموضوع ده في وقته. فده طعم. لو انت بتحاول تلعب حاجه شرقي الصوت ده بيخدمك شويه. في النص بيديك صوت محايد اكتر. لو انت جيت في اخر صندوق الصوت هنا هيديك صوت سوفت قوي. تعالوا بقى نقارن بين ده مثلا وبين ده. طب لو دخلت هنا هيديك صوت ناعم قوي زي الجرس. Thank you.
الموضوع ده غير انه بيرجع لذوقك الشخصي، بيتعلق كمان بنوع المزيكا اللي انت عايز تلعبه. لكن انت بيكون عندك، هتلاقي نفسك فترات هتمسك هنا وفترات هتمسك هنا، وبعد كده لما تاخد على كل الاوضاع بتبتدي تكتسب القدره ان انت تنقي البوزيشن المناسب لايدك اليمين لكل لحن بتلعبه، مش بيبقى واحد. وممكن في نفس اللحن تعمل اكتر من بوزيشن. انا بعمل كده الحقيقه وانا بعزف، وبفضل اعمل كده عشان ادي احساس مختلف او اخدم الاحساس بتاع اللحن اللي انا بعزفه. طيب، فاحنا كده غطينا الجزء بتاع الايد اليمين. هنيجي بقى نتكلم في جزء تاني خالص اللي هو الايد الشمال. الايد الشمال طبعا هي مهمتها ايه؟ احنا زي ما اتفقنا احنا عندنا البريدج وعندنا هنا النات او الانف والكوبري هنا او الفرسه. لما بنكون فاتحين كل الاوتار زي كده بيبقى الوتر مشدود ما بين هنا وما بين هنا، الجزئين العظم او البلاستيك دول، يبقى ده الوتر. زي ما اتفقنا ان في عندنا الدساتين المعدن دول، كل ما باجي اضغط على خانه بيبقى الخان الوتر بيتزنق في الدستان النحاس، فبيبقى طول الوتر بيقصر وبيبقى المسافه من دستان النحاس لغايه البريدج، فبالتالي صوت الوتر بيقصر طولا ويبقى صوته احد. تمام، كل واضح. احنا طبعا مش مستحب ان احنا نوطي الجيتار، رقبه الجيتار قوي، لانه ده هيؤدي ان انا ابقى ماسك الدراع بالشكل ده كده، وده ممكن يأذي معصم او مفصل الريست بتاعي. في حد طبعا هيجي يقول لي عبقري، هيقول لي ايه انا بلعب كده والريست ما يقولش. احنا قلنا في فروق فرديه، انت ربنا مبارك لك في الريست بتاعك حديدي، بقيه الناس مش كده، فخلينا نقول حاجه اللي بتنفع كل الناس. تمام، فاحنا بنحتاج نميل الجيتار شويه صغيرين كده علشان نقدر نلعب. طيب، هنا بقى حاجه مهمه اللي هو وضع الاصبع الكبير في الايد الشمال. كل ما انا هكون مبتدي من فوق، الوضع الاساسي هنشوفه هنا مع بعض ان الصباع كده ماسك كده او في نص الرقبه، ده بيديني اكسس كويس قوي لفوق. لو انت ايدك كبيره مش هتفرق معاك، يعني لو انت صباعك كبيره زي انا ممكن العب هنا وصباعي، انت اعمل التست ده. فانا بحط صباعي كده وبلعب هنا عادي زي ما انت شايف كده اهو، صباعي هنا موجود اهو عادي. لكن في ناس هتحتاج تحط صباعها تحت هنا في نص الرقبه من ورا كده علشان تقدر تلعب. طيب، ايدك اليمين لازم تبقى ماسكه على الجيتار، يعني لو سبت ايد الشمال ما يقعش الجيتار، ما تعتمدش ما تسندش الجيتار على ايدك الشمال خالص، ايدك الشمال بس عشان تعفق الفريتات. فزي ما اتفقنا انا ببتدي صباعي في ظهر الرقبه وببتدي اقدر احط صباعي هنا. طيب، لو انا نازل تحت ممكن في الحاله دي اطلع صباعي بالتدريج يبقى كده، وده يديني اكسس احسن للخامات بتاعتي. يبقى انا ايدي بتتحرك في شكل دائري كده حوالين الرقبه. بندوس ازاي؟ بندوس قبل الدستان النحاس على طول، يعني مش في نص الخانه. هي طبعا تدي صوت لو انت صباعك قويه، لكن الافضل قبل النحاس اسهل لك. تديك الصوت المطلوب. طيب، احيانا هتلاقي الصوت بيزن زي كده، ده معناه ايه؟ حاجه من الاثنين، يا انت مش دايس كويس، يا اما انت دايس على النحاس او صباعك حاكك في النحاس جامد هو الفريت، فيديك صوت المكتوم ده، تبعت صباعك سنه ده ايه؟ بقى صوت نظيف. كل خانه عشان يبتدي صح بقى، كل خانه من خانات الجيتار ليها صباع. طبعا في بعد كده هنتعلم حاجات مختلفه ولكن ده الاساسي. فالخانه رقم واحد، في واحد يقول لك الفريت رقم واحد، انا بفضل اسميها خانه. الخانه رقم واحد بيبقى بالصباع رقم واحد اللي هو ده، خلينا نتفق على الارقام. الصباع ده اللي بعد الصباع الكبير واحد، الصباع ده اثنين، الصباع ده ثلاثه، والصباع الصغير هو رقم اربعه. يبقى الخانه الاولى الصباع واحد، الخانه الثانيه الصباع اثنين، الخانه الثالثه الصباع ثلاثه، الخانه الرابعه الصباع اربعه. ده التمرين اللي احنا هناخده النهارده وهنمشي عليه عشان لما نتقابل المره الجايه نكون كسبنا مرونه في ايدنا الشمال ومرونه في ايدنا اليمين تخلينا نقدر ناخد السلالم الموسيقيه. قبل ما ناخد التمرين هقول لكم على حاجه تحفظوها، اسامي الاوتار. هنبتدي من فوق لتحت. الوتر الاولاني من فوق ده وتر مي، هتلاقوا اسمه ظاهر هنا. الوتر الثاني من فوق هو وتر اللا، هتلاقوا اسمه برضو ظاهر هنا، كل وتر هيظهر اسمه. الوتر اللي بعديه هو وتر الري،
الوتر اللي بعديه هو وتر السول، الوتر اللي بعديه هو وتر السي، واخر وتر من تحت زي اللي فوق بالظبط وتر الميم. ايه بقى التمرين اللي هناخده النهارده؟ هيمرن ايدينا اليمين والشمال. هناخد كل الاربع خانات في كل وتر. ازاي؟ هناخد الاول الوتر حر، هنبتدي بالريشه من فوق تحت، احط صباعي، خلي بالك انا خدت تحت، الحركه الطبيعيه الثانيه هتبقى فوق. فهمت الفكره؟ يبقى الوتر حر تحت، اول خانه فوق، تاني خانه تحت، تالت خانه فوق، رابع خانه تحت، بعدين الوتر اللي بعديه هيبقى برضو تحت فوق تحت فوق تحت، نفس الفكره. طب اخر حاجه احنا خدناها هنا كانت تحت، يبقى وانا راجع هرجع فوق. طب اخر حاجه وانا راجع بقت فوق، من هنا هبتدي برضو تحت، يبقى وانا راجع باخد تحت، باخد تحت الاول. طيب ايه بقى اللي انا عملته مختلف هنا؟ ان انا لما جيت لاخر خانه خالص، الخانه الرابعه على الوتر التحتاني، انا واخد تحت ورحت طالع فوق على طول، وانا باخد الخانه اللي انا راجع الخانه نمره 3. يعني انا هات الخانه رقم 4 وانا كده، وهرجع بقى على 3 على طول. تمرين سهل، انا مش عاوزك بقى تعمله بسرعه، ومش عاوزك عليك تعمل ريلاكس بالراحه، ريح الريشه على الوتر واضغط بالراحه قوي لغايه ما الصوت يطلع، يبقى دي القوه المطلوبه مش اكتر. فهمت قصدي؟ تديها على قد ما هي محتاجه بالظبط. اهو انا هقعد اضغط 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 بالراحه لغايه ما خدت القوه اللي عملت الوتر. مش عايز بقى كده، لا عايز كده. فاحنا كل اللي هنعمله هناخد الاربع خانات بالاربع صوابع. يلا اهو، حر 1 2 3 4، حر 1 2 3 4، حر 1 2 3 4، وهكذا لغايه ما تخلص. طيب طبعا هتلاقي ايدك الشمال الصوابع بتاعتك هتوجعك، وهتحس ان هي ممكن تكون حصل فيها التهاب، او حتى خلاص على وشك انها تتجرح. لما تلاقي صوابعك وجعتك كده استريح، ريح نص ساعه وحاول تعزف تاني. لو لقيت الوجع موجود ريح بقيه اليوم واعزف بكره. بعد فترة بسيطة خالص، موضوع أيام أسبوع، هيطلع لك هنا كده طبقة من الجلد تخينة شوية، هتخلي الموضوع ده بالنسبة لك مش محسوس خالص. كده دي الدرس بتاع النهاردة خلصناه. أرجو إنه يكون درس مفيد لكم يا أصدقائي، اتمرنوا عشان لما نتقابل المرة الجاية نقدر نتقدم خطوة كمان في مدرسة الجيتار الشرقي، وإن شاء الله كلكم تبقوا عازفين عباقرة، وتبقوا من أحسن العازفين اللي لعبوا الألحان الشرقي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.